آخر فقرة من صباحنا، وراح نحكي عن موضوع مهم كتير من الشباب يلي يمكن حابين يستفيدوا من شهاداتهم ويقدموا لفرص عمل وفعلا ينجحوا بهذا الشيء، واللي بنعتبر دائما انه هي مقابلة العمل هي الخطوة الأساسية والمهمة يلي بترشحك للنجاح بالحصول على هي الوظيفة او لا. لحتى نحكي اكثر عن هذا الموضوع اكيد بيسعدنا نرحب بمدرب التنمية البشرية مفيد كرباش. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. يسعد صباحك استاذ مفيد. يعني عم نحكي عن موضوع كثير من الشباب بهمه ولهلا عم بيلاقي صعوبه بتنفيذه، يا اما بيسحب مواقع التواصل او الانترنت سيفيات جاهزه لحتى يحطوا، احيانا ما بتكون مناسبه. يعني خلينا نحكي اليوم النقاط لازم يركز عليها اي حدا حابب يقدم لوظيفه او عمل جديد بالسي في. اليوم اذا بدنا نحكي عن هي العمليه فهي مكونه من قسمين، اللي هي قسم اعداد السي في والقسم الاخر اللي هو اعداد القيام بالمقابله الشخصيه للعمل. اذا نحن اليوم بدنا نبدا من كتابه السي في او السيره الذاتيه، فنحن اليوم هي السيره الذاتيه لازم تحتوي على عده اقسام مقسمه منطقيا كمان، بحيث قارئ هذه السيره الذاتيه او هذا السي في يقدر ياخذ لمحه جيده عن مقدم الطلب، بالاضافه للمعلومات الشخصيه اللي لازم يحتويها السي في. نحن لازم يكون في معلومات تتعلق بالتحصيل العلمي، معلومات تتعلق بالعمل السابق، مدته، مكانه، شو البوزيشن اللي نحن كنا موجودين فيه بهذا العمل السابق، اضافه للخبرات اللي انا اخذتها من هذا العمل. بنروح اكثر لحتى نحكي او لحتى يتضمن السي في شيء اسمه الهدف الوظيفي، لازم يكون واضح ضمن السي في هذا الهدف الوظيفي اللي انا لازم صيغه بحيث اعبر اني لوين بدي اوصل، كيف بدي اوظف خبراتي بخدمه هذا العمل. بده يحوي السي في على كافه الدورات والتدريبات او الورشات التدريبيه اللي انا حاضرها، زمانها ومكانها وشو هي هي الدوره، بالاضافه للمعلومات المتعلقه بالخبرات الكمبيوتر، مستوى اللغه الانجليزيه، المهارات الشخصيه المكتسبة. المهارات الشخصية الموجودة عند الشخص نفسه، إضافة إلى قسم خاص هو الريفرنسز أو المراجع اللي مفروض تكون موجودة ضمن السي في، المراجع اللي هن مجموعة أشخاص هن بيدعموا السي في أو بيعرفوا هذا الشخص ممكن يزكوه أو ممكن يأكدوا الشيء اللي موجود ضمن السي في. الوظيفة الأساسية للسي في هي بيان ملخص بسيط عن الشخص وإقناع صاحب العمل أو إقناع الشخص اللي عم يقرا السي في بانه هو يحدد مقابله عمل لهذا المتقدم. فما وظيفه السي في اليوم هي انه تقبلني بالشغل قد ما هي وظيفتي انه تقنع صاحب العمل بانه يعمل لي المقابله، لانه بالمقابله الشخصيه نحن بنروح لاثبات شخصيتنا اكثر، لاثبات انه الشيء اللي وارد بالسي في هو حقيقي وهو متاكدين منه من خلال مجموعه من الاسئله قد تطرح أثناء المقابلة. هلا بنحكي عنها ما بعرف، قد تطرح أثناء المقابلة بيبين أمام مدير الموارد البشرية أو مدير العمل اللي عم يعمل مقابلة بأنه هاي المعلومات هي صحيحة، هذا الشخص هو مؤهل أو غير مؤهل لهذا البوزيشن اللي هو مقدم عليه. نعم. كمان كثير من الأشخاص يمكن أستاذ مفيد بيسألوا أنه رحنا لحتى نكتب هذا السي في لازم نكتبه باللغة العربية ولا نكتبه باللغة الإنجليزية؟ يا ترى إذا كتبناه بالإنجليزي نحن رح نبين لغتنا أقوى ونقنع المدير اللي نحن متقدمين له للشغل، ولا باللغة العربية نحن قادرين نعبر عن حالنا بشكل أفضل؟ كيف تنصح الشخص؟ واحد من الأسئلة هو هذا السؤال. اليوم السيرة الذاتية هي تبعا للجهة اللي طالب السي في، في جهات تطلب السي في باللغه الانجليزيه، في جهات تطلب السي في حصرا باللغه العربيه. من المفروض انه كل شخص يكون عنده سي في باللغتين العربيه والانجليزيه مطابق للمعلومات اكيد. نحن اليوم ممكن نقدم السي في لشركه داخل البلد، ممكن نقدمها لمنظمه دوليه داخل البلد الموظفين تبعها هن لا يجيدوا اللغه العربيه. تمام. فانا اليوم الانجليزي السي في باللغه الانجليزيه هو ضروري للتقدم داخل سوريا وخارج سوريا وضمن المنظمات الدوليه، لكن هذا ما بيعني اني انا ما يكون عندي سي في باللغه العربيه، لانه اليوم في شركات داخل البلد بتطلب سي في حصرا باللغه العربيه. يسال سؤال اخر انه حط صوره على السي في ولا ما حط صوره. تمام. شو نمط الخط، شو كذا،
في مجموعه قواعد تحكم اعداد السي في، منها انه اليوم نحن الصوره هي مطلوبه لما يكون انا المسار الوظيفي تبعي او الهدف الوظيفي تبعي او الكارير اللي انا بدي اشتغله هو بمكان بيتطلب وجود وشخصيه والى اخره. اليوم انا طالب حدا مضيفه طيران، طالب حدا فرونت اوفيس بمكان ما، طالب حدا مذيعات الى اخره، فجدا مهم الشكل الخارجي، فلازم يتضمن السي في صوره. اما انا مقدم على وظيفه محاسب ما ضروري انا اليوم حط صورتي، يعني انا لاني انا باك اوفيس، انا عم بشتغل بمكان ما مو على تماس مع مع العالم. كمان اليوم هل الديزاين الخارجي تبع السي في لازم يكون موجود، يعني كتير مبالغ فيه ولا بسيط ولا الى اخره، طريقه مرتبه او منظمه. بالنهايه نحب بالضبط، نحن عم نعرض ملخص عن حالنا بهذا السي في، فبده يكون هيك بطريقه غير مبالغ فيها، وما يكون كمان بطريقه هي كتير جافه، لا هي عم تعبر عن شخصيتي. فلون الورق طبعا الابيض بالاضافه لترتيب الفقرات بالاضافه للتصميم الخارجي تبع السي في كمان بيلعب دور باني انا اقدم صوره جيده عن حالي. نعم. بالختام خلينا نحكي نصائح هيك سريعه لكل حدا حابب يقدم على اي عمل او عنده مقابله عمل. اليوم مقابله العمل بتتضمن ثلاث فقرات، ما قبل المقابله واثناء المقابله وما بعد المقابله. ما قبل مقابله العمل انا لازم اعرف عن هي الشركه اللي انا مقدم عليها، اقرا عنها، اعرف شو اختصاصاتها لانه راح يسالوني، اعرف كمان وين رايح هالقليله، اعرف بالضبط وين رايح شو لانه شو بتعرف عن شركتنا؟ بيقول لهم والله ما بعرف، سمعت عنكم شغل وشي. بالضبط، انت على شو مقدم عنا؟ هو بيكون نسيان كمان على شو مقدم. طبعا. في مجموعه اسئله هي بتنسال ضمن المقابله، هي الاسئله لازم يعرف الأجوبة تبعها، يحضر حاله، يحفظ هو شو كاتب كمان لأنه بدهم يناقشوا بهذا السؤال. اللي بيفصل أي شخص عن العمل هو مقابلة العمل، لأنه مجرد أنا وصلت لمقابلة العمل فأنا بتفصلني هالربع ساعة أو هالنص ساعة اللي بقضيها بالمقابلة. فقد ما قدرت أنا أثبت حالي وجاوب على الأسئلة وأقدم حالي بطريقة صح، فأنا لازم فأنا ممكن أخذ هي الفرصة. إضافة لأنه أكيد التوتر والخوف والرعبة من المقابلة هي إلى أثر كتير سلبي، وقادرة أنه هي توقف بوش أي حدا حتى لو كان مؤهل بأنه يأخذ هذا المنصب، بتوقف بوشه وما بتخليه يوصل لهذا المنصب لأنه عم يعطي صورة غير جيدة عنه. أكيد. يعني أستاذ مفيد نقول لك شكراً. شكراً. نتمنى التوفيق لكل الأشخاص اللي عم يتقدموا لوظائف معينة وبيتمنوا دائماً إنه يكونوا بمكان هن بيرغبوا فيه. شكراً لك. شكراً. شكراً لوجودك معنا أستاذة مفيدة كرباج، أكيد أخصائي تنمية بشرية، لوجودك معنا والمعلومات اللي أعطيتنا إياها.